بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة المطالب اليوم رانا فيه وسعادة مع سي بلال الذيب والأخ عبد الرحمن الأخصر الحلوان وسي مراد الأصيل. رانا بالضبط في عقبة الحمص في بسعادة القديمة. راني عاد عمي عبد الرحمن من أقدم الحدادين في المنطقة والمشهور بصناعة المس بسعادي. المس بسعادي الذي دأب عمي عبد الرحمن على صناعته بالطريقة التقليدية الأولى. والشيء ربما الوحيد اللي نقدر نتحدث عليه في هذا الأمر أن الموز بسعادي الذي ذاع صيته دوليا لجودته ولفاعليته كأداة عمي عبد الرحمن سقسيك درك هذا الموز من وين كنت تخدم فيه؟ موز هاي يجي وحدي انت من وين كنت بديت تخدم فيه؟ انا نخدم من تقريبا كبري. شحال بديت شحال في عمرك ما بديت فيه؟ عمري 12 سنه هاك وماشي. شحال درك في عمرك؟ راني في 80 جديد. الله يبارك سمع عندك 68 سنه تخدم فيه. ما شاء الله ما شاء الله. وعلى من ورثتها؟ عاوني نعلمك وين؟ جدي تسمى العائله تاعهم كاع حدادين؟ كل حدادين. يا تل بيت الدفي هذا وقاعتين والحداد هذا هما يخدموا الحديد اصلا. كل احنا يا من واحد لواحد. كش نجيو سياح؟ انا همي انا يا وبوي واللي يخدمهم وكل وريهم لك. انا ابوي عبد الرحمن بن سعد بن لعيل بن الدوفي بن عمار بن محاد بن الدوفي بن عبد الرحمن بن سي احمد بن زيد. لا زين هذون كاع يخدموا الموس بسعادي. هذون الماده الاوليه. زيد ما جابش الدفي ولا جاب ياسر. جاب هبال هبال وراه راه في المليعه. ايوا في المليعه. احنا تبقي تخدم في الموس بسعادي هذا. وجاء سي احمد جا الجلفه ولاته ولا زيد. ايه وقارع جا هنا المسيله وداود جاب المسيره بوسعاده. وكاينين هنا بوسعاده. بصح الموس بوسعاده تخدم فيها غير انت برك. بوسعاده. هذا هو الموك كل خدمه. وكل خير ولا ربع. ولاد حديده كاع يخدموه دار الدفي قارع. راهم يجوك سياح هنا يجوها. اي يجوا لي سياح. واش من دول اللي جاوك هنا؟ واش من دول اللي جاو هنا؟ يجوا مرات ويجوا مرات خاطر جاوني حتى من فلسطين عند واحد الشهرين. فلسطين؟ شهرين ايه. الله يبارك. جاوا ستة رجالة وأربع بنات. من فلسطين؟ فلسطين. لا لا. كي جاوا شوف الباب هذا كاتب فيه فلسطين. ايه. الباب مكتوب فيه فلسطين غزة. غزة. الله ينصرهم إن شاء الله. جاوا عاقبنا شوفوا هذه فلسطين، شوف فلسطين كاتبها وشوفوا غزة. ولورامو جا مخطوبة. ايه. جا من الجزائر قال لي تحب فلسطين، قلت له فلسطين فوق روسنا احنا فلسطين. جزائريين. عقيدة. احنا كنا مسميين فلسطين نموتوا كل عليها وراح نطلع. ايه. وداو عليك الموس البوسعادي. اه والله قال طفلة بطفلة كل داو عليا هما 10 وداو عليا 10. ايه ما شاء الله. تسمى درك يا عمي عبد الرحمن المادة الأولية هذا النوع من الحديد تاع الشريمة. شريمة ولا بالأصول؟ هاي والله الرسول تاع الكميو هذا نوعيه قاسي نوعيه قاسي نوعيه الزهر. قداش تقعد باش تخدم موس بوسعادي يكون واجد؟ نهار 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 قديد لا فوق ولا تحت. بالنار ولا ولا بالنار ولا بالمطرقه ومن بعد الممراض وكذا ويسقيه ويذوقه. ايه ما شاء الله ربي يحفظك عمي عبد الرحمن. ها جايبو نخدم. تسمى نوعيتين يا رسول كيما هاك مورتيسور تاع كاميو مورتيسور والله النوعيه المبرد هذا القديم. كي نجيب لك المورتيسور ولا نجيب لك شحال تخدمو؟ كي نجيب لك هذه من عندك. جيب لي ولا تقعد كيف كيف. شتي تنجيب ولا نقعد؟ كيف كيف راه طايب. السومه تاعو شحال موس بوسعادي؟ 200 200 الف. وراه بساعد راه مش كيما تاع الاخر 400. 400 تاعهم 400 450. ربي يعاونك ويطول عمرك ان شاء الله وبارك الله فيك. ربي يحفظك عمي عبد الرحمن كثر خيرك على الاستقبال. جدا جدا يا حسن حافظ عليه. واش ما كاين اللي ورثها عليك من وليداتك؟ واش ما كاين؟ ولادي ثاني لازم يعرفوها بصح كاين واحد كاين واحد عنده خدمي قال لك نحوس نخدمو جيبوا لي تخدموا لي برك تزيد. وشحال قداه؟ قا تخدموا يطرقوا قا يطرقوا برك وتزيد تعاود يطرقوا مالي هذاك نخدموا ب 20 ب 30 وتزيد تخدم له ليه ورد. شوف ورد شوف الموس الكوفر الكوفر تاعو اليد. يا اليد هذيك نخدموا له اليد هذيك نخدمها ب 40000. قال لك ب 40000 قال لك نخدم لك هذه ب 40000. ب 40000 قال لك هذه ب 30000 القبضه. قال لك نخدم لك هذه ب 40000 وهذه ب 30000 ويزيد يطرقوا ويعدلوا زين. شكون يطرقوا ويعدلوا ب 20000؟ اه
واش راه مكتوب فيه هنا واش مكتوب فيه بوسعاده؟ بوسعاده. سما هاد الزخرفه هادي تاع بوسعاده هاد الزخرفه هاد الزخرفه تاع الاخر. قال لك 40 و30 عمي عبد الرحمن المسؤولين ما جاوش قالوا يبدلوا لك يوسعوا عليك المحل. لا لا عندي محل انا عاطي لي محل في الصلاه التقليديه هذه بس ما تحليش. ما تسمى الوداع. عاطي 27 و8 دوك راهم سكروا برك. فكرة من عرش. هي سكروا. زيد يخدموا سكاكين وبعض المعدات. في بلاصه والبلاصه اللي في دخان ما عنديش مليون. ايه فهمتك. حلطه قام حلطه. نعم في كاين مناطق في الدوسه اللي قدام لكن الموس البوسعادي هو الاصل يعني هو اللي مشهور بهالموس البوسعادي. ربي يعطيك عمي عبد الرحمن وكثر خيرك تلقاو في ساعه زينه ان شاء الله. سمع الله. ربي يعطيك ان شاء الله.